أفرس، أقالت هذا فعلاً؟ فلتمت. لا زالت بذيئة اللسان كما عهدتك. هذا يتعلق بسمعتي، لذا أصغي لما سأقوله. ما من طالب في المدرسة الثانوية يمكنه التمثيل كما أستطيع. لم الأمر لهذا الحال إذن؟ تهدف الدراما المتلفزة هذه المرة إلى استهداف الإناث اللواتي يحببن الشباب الوسمين، لذا فهم يعرضون مجموعة ممن يريدون البدء في الدعاية. مهارة التمثيل هم ثانوية، ولكنهم سيقضون على العمل هكذا. لهذا السبب عينت البطلة نظرا إلى تمثيلي. مع ذلك ألم يكن تمثيلك ضعيفا؟ هذا لأنني أكبح نفس بالطبع، فجميع الممثلين من حولي ليسوا سوى هوات. أظافرك حسنة المظهر. يعتمد الناس على الأحرين ليغدو أقوياء. هيا حولي الابتسام. أنا الوحيدة في فريق التمثيل الرئيسي من توجد التمثيل. إن بذلت قصارى جهدي وسط هذا، فسيتميز تمثيلي عن الهواء لدرجة أن تشابه تمايز اللحم النيئ عن اللحم المشوي. اللحم المشوي؟ حتى أنا أود التمثيل بكل ما أتيت. من عساه يستمتع بالتمثيل بشكل سيء عن قصد؟ ولكن التمثيل الجيد وإعداد عمل جيد أمران مختلفان، وما لا شك فيه. ومن حق طور التخطيط وجهة نظر البائع التي لها الأولوية القصوى. لن يكون الأمر مسلياً كعمل حينها عندما زارت السينسي المؤلفة الأصلية للعمل إلى موقع تصوير الحلقة الأول. كان يصعب تحمل تعابير خيبة أملها، لكن الممثلين والموظفين من وراء الكواليس يبذلون ما بوسعهم، لأننا أردنا تصوير عرض مبهر لكافة المشاهدين والمعجبين قدر المستطاع. على أقل تقدير أريده أن يكون صالحاً للمشاهدة. لتحقيق ذلك سأبرد بأي عمل رديء إن لزم الأمر، حتى لو عني ذلك التقليل من سمعتك كممثلة. بالنسبة للممثل فأهم شيء يتمثل في مهارة التواصل. ذاتي السابقة كانت تتباهى بقدرتها على التمثيل. تمكنت من البيع حينها، لكنني لم أعارض للأخرين، ولهذا تلاشت عروض العمل في لمح البصر مجرد أن بلغت ذروتي. كان هناك أطفال ممثلون أفضل مني، لذا كان علي أن أمنح الناس سبباً لتعييني، ومن ثم أدركت مدى أهمية ذلك. أنا الآن ممثلة يسهل العمل معها، وأنا أسعى جاهدة للمساهمة في جودة الإنتاج دون الميل عن دربي. كما أنني أعرف المنتج كابوراغي منذ مدة طويلة، أعرت هذا المشروع الاهتمام أيضاً، وهذا هو السبب وراء منحه لي لهذا الدور. أرى أنك تعلمت كيفية التعاون دون أن ألحظ ذلك. فأنا قد كبرت. حسن، أظن أن وجهي جميل لا يمكن لأي عارض أن تفوقه. الممثلون ما هم إلا متبجحون. صحيح، ولذلك سنصور بالغد، وسيتم إصدار الحلقة الأسبوع المقبل. بعد التصوير سيتم تحريره وسيسلم بجاكرة فلاش، وسنفوت قراءة النص التدريب، وسنبادر بتجربة الأداء. لذا أعتمد عليك. يبدو أن الجدول مكتظ. الشاب الذي كان يقوم بدورك اشتكى وانسحب. كان ذلك أمراً صعباً، فهو ليس بالدور الجذاب للغاية. لهذا السبب أجبرتك على مسار التمثيل. تلقيت النص عبر جهة الاتصال، وسوف أفوت القراءة التدريبية. ليس جديداً بالنسبة لي. عندما فعلت نفس الشيء عندما كنت طفلاً صغيراً، مررت بذلك سابقاً. هذا يعيد لي الذكريات. هذه المرة أنا من عينتك للتمثيل. لقد بدت بالغتي أكثر ندالة. لا شيء يدعو للضحك، لكنني أراعي شعور المخرج الآن. والآن تعلم سبب دعوتي لك يا أكو، صحيح؟ لا يهم من سيحطمني ومن سيدعوني بالممثلة الهاوية. لو سمحت لتعمل معي لنقدم عرضاً مبهراً، فبرفقتك يمكنني فعل ذلك. مشروع ميؤوس منه. مع حفنة ممثلين لا يسعهم التمثيل، ولكن بعدما سمعت حديثها سأعيد النظر في ذلك. أرى أن السيناريو والإخراج قد تم اقتباسها ليتناسبا مع الممثلين. لاحظت أن تقنيات جعل العرض قابلا للمشاهدة استعملت هنا وهناك رغم الأداء السيء. طاقم العمل بارعون. أضف على ذلك أن البطلة ممثلة موهوبة. أظن أن هنالك ما سأفعله. بالدراما المتلفزة يجتمع الممثلون الرئيسيون في غرفة لقراء النص وتجربة الأداء، وبناء على ذلك يبادر المخرج المشرف أو المخرج بإنشاء مخطط سير الأحداث، ومن ثم في الموقع تجربة الأداء خلف الكاميرا. ومن الشائع اختبار الكاميرا وأخذ جولة قبل بدء التصوير الفعلي. بإمكاننا تأمين هذا الموقع ليوم واحد فقط، لذلك يجرى كل شيء من تجارب الأداء خلف الكاميرا إلى الجولة دفعة واحدة. حظينا بجولة أداء لا غير. يا لها من فوضى.
حتى ذاك المخرج المشرف على أكثر وعيا بذلك. لا نمتلك الميزانية ولا الوقت الكافي. يا كناه، يبدو أن المطر لن يتوقف عن الهطول. آمل أنهم قد أجلوا التصوير. يبدو أن هنالك السقف يسرب بعض الشيء، إلا أننا سنكون على ما يرام. يا لهذه الرطوبة، إنها تجعل شعري مجعدا، كما أنني لا أشعر بالراحة بهذه الرطوبة. دعني أعرفك علي، إنه من سيؤدي دور المطارد اليوم. أدعى أكوا، أهلا سررت. لقد قام بموقف سيء لم يقل اسمه حتى. إنه البطل ميلة ناروشيما. حسن، إنه يافع أيضا، ومن الشائع أن يكون النجم الصاعد هكذا. إنني ألاحق بعض الضرر لنفسي بقول هذا. وكالات الأيدول وما شابهها تدرب موهوبيها بشكل أنسب، لذا فهم مهذبون ويتمتعون بسمعة طيبة في الفرقة بحيث لا يخيبون ظنهم. وهذا سبب وجيه لكثرتهن، صحيح؟ وعليه تعد تحية الناس أمرا هاما بالمهنة. حسبك. سررت بلقائك. أنا أكو من وكالة إتشيغو، أتطلع للعمل معك اليوم. أجل، سررت بمعرفتك. كابوراغي ماسايا، رجل كانت تربطه صلة ما بهوشين مؤاي. إنه والدي البيولوجي أنا وروبي، ولعله يكون متورطا في موت آي. علي اغتنام فرصة من جمع عينة الاختبار الحمض النووي. هذا الشخص أمامك هو المسؤول عن هذا الموقع. آراؤه في الموقع تنقل عبر المخرج المشرف أو لمخرج. لديه علاقات قوية مع وكالات عرض الأزياء، كما اختار معظم ممثلي هذا العرض. على كل، إنه من المتكبرين، لهذا أدلى بموافقته بتعيينك أيضاً. حان موعد تجربة الأداء. لنفعل ذلك، لابد وأنك قد حفظت النص، أليس كذلك؟ أجل، أنا ألعب دور المطارد الذي يطارد البطل. ما السبب يا ترى؟ في نهاية المطاف سأمثل دور المطارد كالذي قتل آي. هيا ابدأوا. هذا يكفي الآن. ثمة تسريب هنا. من أجل هذه اللقطة لنسرع تصوير هنا، ومن ثم لننتقل إلى اللقطة التالية. أنت تتصرف بشكل طبيعي، أم أنك تحب العمل وراء الكواليس؟ يمكن لأي أحد تأدية هذا الدور بالممارسة. الأمر فحسب، أنني لست سيئاً بما يكفي لإزعاج الآخرين. تمثيلي آنذاك شاهدت أن أريما كان، حسيت بشعور غريب بسبب التفاوت بين عمري الجسدي وعقلي الباطني. الآن وبعد استوعب جسدي عمري العقلي، فإذ بي مجرد ممثل عادي. إن كنت تبحثين عن تمثيل رائع فأعتذر منك. ليس كذلك. حسن، سأكون كاذبة في حال قلت أنني لم أتوقع ذلك على الإطلاق. كفيت؟ تمثيلك يا أكو يبدو أداء شخص يمارس العمل منذ فترة، وأنا أحب هذا التمثيل. الأساليب الصغيرة التي تستخدمها مراعية ودقيقة، كما لو أنك وضعت غرورك جانباً والتزمت نفسك بالقصة. من الممكن ألا يدرك الناس العاديون ذلك. قد لا يهم مدى الفترة التي مارس فيها التمثيل أي شخص مثلنا. لا تتصرفي بغرابة. بل سأفعل ذلك، فأنا لازلت رئيسة الفرقة هنا. أنا في دور قيادي لأول مرة منذ عقد من الزمن، لذلك سأبذل كل ما بوسعي. بالفعل لم أرك مؤخراً، لكني اعتقدت أنك لازلت ممثلة. مرت مدة على عصر الظلمة. لم أحظى بأي مهنة، وكان يعاملني الناس عبر الإنترنت، كما لو أن مسيرتي المهنية قد انتهت. لكنني استمريت في التمرين، حتى أنني لم أكن أعرف ما كنت أبذل كل ما بوسعي من أجله. وظلت كلمة التقاعد تراودني في كثير من الأحيان، ولكن وفي النهاية أعترف الآن بقدراتي. من الجيد حقاً أنني استمريت، ولهذا السبب حتى لو كنت لا تجيد التمثيل، غير أنني سعيدة لمجرد معرفتي أنك ما زلت تواصل هذه المهنة في هذا العالم الذي يكتنفه الظلام.
علمت أن هناك شخصاً كان يكافح برفقتي. هذا كاف بالنسبة لي. متى وقت استئناف التصوير؟ فلدى ميلت جلسة تصوير بعد هذا. عما قريب، فقد كانت أريما تريح الممثلين من أجلنا. يسهل استعمالها، أليس كذلك؟ إنها تبلي حسناً بغرائها للجميع، كما أنها مناسبة تماماً لتأدية الأدوار الدنيئة، كما أن اسم أريما كان معروفاً إلى حد ما عند العامة. الآن بعد أن تركت وكالتها وباتت مستقلة، فرسوم أدائها زهيدة، ولا زال بإمكاننا الاستفادة سمعة اسمها. هذا مربح. حسن، إنه لأمر مزعج لصعوبة إرضائها بشأن التمثيل. هذه الدراما المتلفزة ليست سوى دعاية. إمكانية التمثيل ليست مطلوبة في المقام الأول. يبدو أن هذه الجزئية الوحيدة التي لم أفهمها. وفي النهاية أعترف الآن بقدراتي. هذا ليس بتقييم، هذا وضع أريم كان في المجتمع. من النادر أن يتم تقييم المرء بشكل صائب. جمعت ما أحتاجه وحققت هدفي، ولكن سوف نستأنف التصوير الآن. وبما أنه قد مضت مدة فسأثير جلبة. Wanna live a